شكرا سيد النائب. موسى والدبوه 6 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم. مسلم على السيد رئيس البرلمان السيد الموقر الشيخ احمد البايه، ومسلم على الوزير الاول والطاقم اللي جاي معاه الكبار، ومن عقب السلام اللي امس اول عن ذيك الاحوال وندور الاخبار، ومسلم على زملائي النواب. نختار نبين على أن وقفنا مع رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني ما هو من جهة الدقاق العلاقة تسلف له، ولا هو من مفهوم أعطي الرجل ورجل تلوح. كنا معاه بجهدنا وتخمامنا، وخضنا معركة الحملة الانتخابية منتصرين. نختار سنة 2022 نتعاونوا احنا وانتوما كاملين، ونشاركوا وياك نقدوا ونحققوا تحقيق كبير لهذا البلد فاصل فينا. ونبشركم على الموريتاني ما زالت فيها الناس المعلومه، قد جاتني كهله هون تبكي مسكينه الله عندها غايه في جندرميري وانا ما نعرفهم. جيت للراجل فهم عندنا هو كبير، وصل لك قال لي الهم بتاع دال راحله بتاع دال الهم. وجزاه الله خيرا، وجزا الله خيرا القوات المسلحه والقوات الامنيه كامله على جهودهم اللي يعدلوا هذا قطاع جندرميري وحلوا مشكله كهله. انا ما نعرف قضيته شنو، غير كانت في الحقيقه عندها مشكله كبيره. ونختار نقول ان اهل تجمع ترمسه، اهل تجمع ترمسه اياك ما يعود تفلت الراجل الى ما انحلت مشكلتهم وداروا في ظروف حسنه، راهم زرقوا في خلوه ذاك راهم حالفين. السيد الوزير، نختار نشير لكم على ان رئيس الجمهوريه محمد الشيخ الغزواني قال في مدينه عيون العتروس على انه لا يعدل ميناء بري في قوقي، وانه لا يعدل طريق قيسه في بلديه الفلانيه، وانه لا يفك العزله عن تجمع ترمس. ذاك من اين الحق؟ اهله متنقلينه. نختار مولي مشاريع الكوبني كامله تعدل بالعجله، ولا يعود معدلين اهل جي 5 ولا اهل جي 3. ذاك يسهي الشعب عن الدوله، ويسهيهم مولي عن قيمه الدوله وهيبه الدوله. بهلي سيد الوزير، عدلنا معهم التوالى وعادوا لا يضمدون من الحاسي. من يلا بعد لا تلاوي يجهرون حاسي وطاوا في الدوله، اياك يعود الشعب يعرف ذا اللي ممرد له حاسي من، وياك يتحقق من اللي يشرب شنو هو جاي من عند من. ونأكد ان القرايه نبغوها وفاصلين فيها، يا غير نختار تمحرين ذاك مع الاداره. سيد الوزير الاول، يا جماعه نحن ما لنا شادين اخبار طلوع الاسعار ولا مقضها، يا غير خالك شي هون انتم تعرفوه. هو اعلن ذا الشعب اللا زرين زر في الظل والبرود وشي كامل مونك، وزر الاخر الاخر اللي انتم ما تعرفوه شفنا فورو، ويا غير قال هو ما مدرق شيء به اللي ما هو لابس كون شلبطن، ولا هو متفرش يكون تراقه الاسعار ما مخمينه. به اللي يظل يكدفر يكدفر يدور شي دار في الصابره والله اقدور والله المرجن قالوا اهلي له، ويباتي هدرس به حمت الليل والفتره. وناكد لكم سيد الوزير الاول على ان هذه المرقبه ما لا يوخذنا منها ما هو القراي، ونوفا من ياسر من رفود وطروح واسواق وقبيل اخبار الناس والتفاسير، هذا ما يصلح في البلد ولا يتواسى. ونختير نحمل عليات ما تلاقوا قاعدين ياخذوا القدام بهم اهل وتات مكدرين عليهم. نختير سيد الوزير نقول على محاربه المخدرات والممارسات الضاره في الوسط المدرسي امر عاد مستعجل، يلا نتعاونوا كاملين على هذا الموضوع. نحن بعد الكوبني الفتنه شفنا اللاقليق من التراب، كافيته العمايه وفراقش الحيوان ينسف ويخليه صوف سابق الخريف. ولين ما نتعاونوا احنا وانتوما بكل صراحه لا يتنقعر بينا. وذاك بعد انا ماني قابله
وقايلها لكم من ذا الوقت باللي ما نختار الكسرة دعمت رئيسه في برنامج ونختار اللي أنا نشحو فيه ولا نختار مول المثل يورد فينا الحمامة إلى طارت عينها في كاقة ونختار نقول على هون ياسر من التخلاط كل وفرس ما يخلطوا في الشدق احنا تهادلنا مع الناس كاملة ورئيس الجمهورية برنامجه زين ومبرد الساحة للساسة اللي كانت ذراعها وتخاوات بالكل وفراحة تضاحك تبطل يدين تجار نختار نقول علينا خير من ذاك نجوع عاسين وننزلوا منازل الماء والأخضر ونعودوا الأصوات اللي سامعين أصوات العجول وحنين الأحوار نختار من جهة أخرى سيد الوزير هذا الركب اللي انتم في راسه مجبوره إلى عاد ظاهر لكم من فيه حد مقصر والله حد ما هو متفرسن لا يجيب لنا اللي ما هو وارد معك لا يعلق لك واللي شورك وشوره ما هو واحد لا يحمي عليك النهار والسلام عليكم ورحمة الله الوقت وفو عندي ياسم لك لا نقدر نقول شكرا سيد النائب.